معي على الهاتف سيادة المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير يا أستاذة لميس. يعني ده سؤال على لسان الناس يا سيادة المستشار، القضاء الناجز، كيف نحقق قضاء الناجز والعدالة الناجزة في قضايا الإرهاب؟ بداية أشكر لك حماسك ورغبتك في العدالة الناجزة، وهو مطلب شعبي ومطلب قضائي أيضا، فالقضاء أنفسهم ينشدون العدالة الناجزة، لأن العدالة البطيئة تتساوى وتتكافأ مع الظلم البين. هذه حقيقة. لكن العدالة الناجزة كيف تتم؟ بداية يجب أن يكون معلوما أنه بالنسبة لقضايا الإرهاب على سبيل التحديد بالذات، محكمة استئناف القاهرة وكافة محاكم الاستئناف شكلت دوائر مخصصة لمحاكمة القضايا التي يتهم فيها إرهابيون، وقبل قضاة هذه المحاكم أن يعملوا طوال الشهر بدلا من 6 أيام وهو الدور المخصص لكل دائرة في الشهر، قبلوا جميعا أن يعملوا على مدار الشهر، أي 25 إلى 26 جلسة في كل شهر، حتى ينجزوا هذه القضايا الإرهابية التي يتوق الشعب المصري إلى إنجازها وإلى أن يحدث الردع العام بالنسبة لمن تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذه الجرائم، والردع الخاص بالنسبة لمرتكب هذه الجرائم. ولكن وأسفا لم نجد قاعات للجلسات يمكن أن يعمل فيها القضاء على مدار الشهر، بل إن القاعات المخصصة وهي مسألة إدارية محضة أصبحت يعمل بها الدوائر المختلفة، فلا تعطى لهم أكثر من 6 أيام أو 10 أيام. يعني بالتالي تخصيص دوائر الإرهاب يا فندم لم يؤتي ثماره، لأن مفيش قاعات كفاية. مفيش قاعات، لأنه ما عندناش قاعات إلا في أكاديمية الشرطة وفي ضرة، وبالتالي يتناوب قضاة الإرهاب في التي أحيلت إليهم هذه القضايا العمل في هذه الدوائر، وبالتالي فلا يستطيعون العمل كما قبل القضاء على مدار الشهر الكامل حتى يستطيعوا إنجاز هذه القضايا. والسبب أساسا هو أن الشرطة تريد أن توفر الحماية الأمنية لهذه المحاكمات، وبالتالي ليس لديها قاعات إلا في أكاديمية الشرطة ومعهد أمناء الشرطة في ضرة الذي يستطيعون تحقيق الأمن بالنسبة له. هذا لا شأن إطلاقا للقضاء في هذا الأمر على سبيل المثال. الأمر الثاني بالنسبة للعدالة عموما البطيئة، يجب أن يعلم شعب مصر أن عدد القضاة الذين يجلسون على المنصة في محاكم الجنايات التي تنظر ملايين القضايا الجنائية، يجب أن يعلم الجميع أن عددهم لا يتجاوز 4000 قاضي فقط، ينظرون على الأقل ما لا يقل عن 10 مليون قضية في السنة الواحدة. والأصل أنه يجب أن يكون في مصر يجلس على المنصة على الأقل 50000 قاضي على الأقل، ف4000 يقومون الآن بعمل 50000 قاضي، ومع ذلك يؤدون عملهم بكل اقتدار وبكل جد. أما مسألة نقد الأحكام التي أثرت إليها، فأحب أن أقول أن هذا خطأ وقع فيه المشرع المصري منذ أمد بعيد. كافة دول العالم تقوم فيها التقاضي على درجتين، أي أن محكمة الجنايات عندما تحكم في الجناية فإنه يطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقد، فمحكمة النقد أمامها إما أن تؤيد الحكم وإما أن تلغي الحكم وتحكم في الدعوة على الفور. أما مسألة أن تعيد المحاكمة إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بهيئة سابقة، هذا أمر لا يوجد في جميع دول العالم عدا دولة أو دولتان، حتى الدول العربية ليس فيها مثل هذا الأمر، بل أننا في مصر أيضا القضاء الإداري يقوم على مرحلتين فقط، محكمة القضاء الإداري عندما تحكم يطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا،
فتحكم المحكمة الإدارية العليا إما بتأييد الحكم وإما بإلغائه والقضاء بما تشاء. إذن مطلوب تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنص بسيط، هو أن عندما يطعن على الحكم أمام محكمة النقض تتصدى محكمة النقض للفصل في الدعوة شكلا وموضوعا. بس سيادة المستشار بعد إذن حضرتك، ده الدستور أيضا في الدستور الجديد بيعطي للمرحلة الجنائية مرحلتين كمان، ده في بعد النقض نقض كمان. أيوة، ما احنا عايزين نلغي هذا النص، هنشيله من الدستور بقى. لا، ما الدستور ما قالش حاجة في هذا الأمر، ده في قانون الإجراءات الجنائية. طيب قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم الطعن أمام محكمة النقض. معالي المستشار، أنا عايز أسأل حضرتك كقاضي جليل، وأنا بحترم كل القضاة وأرجو إن بس القضاة ما ياخدونيش ما يتضايقوش من الكلام اللي أنا بقوله. يعني ألا يبدو عجيباً أو غريباً أو علامة استفهام إن كل الأحكام يا فندم أو نسبة كبيرة من الأحكام يتم نقضها؟ يعني هو ده مش شوية للقائمين على العدل في البلاد؟ يا سيدتي، حل هذه المسألة سهل وميسور، وهو أن تتولى محكمة النقض عندما يطعن على الحكم أمامها القضاء في الطعن، وينتهي الأمر عند هذا الحد، وبالتالي نحقق العدالة الناجزة مثل ما يجري في القضاء الإداري ومثل ما يجري في المحاكم الاقتصادية. نحن في مصر للأسف الشديد نكيل بأكثر من مكيال أمام القضاء. في القضاء المدني يختلف عن القضاء الإداري، في القضاء الاقتصادي يختلف عن القضاء المدني. هذا أمر غريب، لابد من توحيد العمل وتوحيد الإجراءات في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم. هل لو كان بيدك القرار يا سيادة المستشار كانت قضايا الإرهاب مع اللود العالي جدا وهذا العبء العظيم اللي ينوء به كاهل القضاء في مصر من قضايا كثيرة، هل لو كان لك القرار كنت تفضل أن تكون قضايا الإرهاب بكل ما فيها من تفاصيل وأوراق وشهود وما إلى ذلك أمام القضاء العادي، أم ربما يكون لها قضاء استثنائي أم قضاء نرجع أمن الدولة الطوارئ ولا إيه يا فندم؟ يا سيدتي، القضاء العادي كفيل بالنظر في هذه القضايا، وهو الذي يحقق العدالة الكاملة والاطمئنان الكامل من كافة المواطنين لقضاء مصر، والعالم كله ينظر إلى القضاء المصري نظرة إجلال وتقدير وإعزاز لما عرف عن القضاء المصري من أنه قضاء مستقل، قضاء لا يخشى إلا الله، لا سلطان عليه إلا للضبير والقانون، وبالتالي فإننا يجب أن نتمسك بأن يحاكم كل متهم في جناية أمام قاضيه الطبيعي حتى يأخذ حقه في العدالة. أما المحاكم الاستثنائية أو غيرها فإنها محاكم الأصل فيها أنها محاكم ربما تكون ذات صبغة سياسية، وهذا أمر غير مقبول، والغالب في المحاكم الاستثنائية إذا لم نكن نسينا ليس القضاة فيها قضاة محترفون، بل أنهم قد يكونوا ليسوا على دراية بالقانون. أنسينا أن محكمة الثورة مثلا كان رئيسها جمال سالم الضابط الطيار على سبيل المثال، أو عبد اللطيف بغدادي الضابط الطيار، هذه المحاكم الاستثنائية. فأنسينا أنه حتى في محاكمة الذين انقلبوا على الرئيس السادات في مايو 71 كان من ضمن الذين جلسوا في منصة القضاء يحاكمون هؤلاء ضباط في القوات المسلحة شغلوا وظائف مدنية على سبيل المثال. فالقضاء الطبيعي هو القضاء الذي ينظر إليه العالم كله نظرة تقدير وإعزاز ويحترم الأحكام التي تصدر منه. أما إذا كانت هناك أخطاء إجرائية فعلينا أن نصححها. لماذا نتمسك بقانون السلطة بقانون الإجراءات الجنائية صحيح يتعلق الذي صدر عام 37؟ 37 يعني مش ممكن، ده خلاص قربنا على 100 سنة يعني. 37، هل هذا مقبول عقلا؟ هل نحن نريد أن نقول هذا ما وجدنا عليه آباؤنا؟ علينا أن نتمسك بما وجدنا عليه آباؤنا ككفار قريش، رغم علمنا الكامل بأن الإسلام هو الصحيح
وان الكفر هو الخاطئ. انا بشكرك بشكرك سيادة المستشار رفعت السيد. فعلا هل نريد ان نتمسك بما وجدنا عليه اباؤنا؟ يعني نفضل ماسكين الكفر 37 سنه 37 والكلام ده اتقال مليون مره، لماذا لا يعدل قانون الاجراءات الجنائيه؟ بشكرك سيادة المستشار رفعت السيد.